السلام عليكم. السيد القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ مصطفى الكاظمي أوفدني إلى إدهوك مع وافد رفيع يتمثل بالسيد وزير الخارجية النائب المشتركة للإطلاع على الحادثة المؤلمة التي يعتصر لها القلب، ولقد أطلق حزنه للعالم عبر تغريدة أنه استنكر هذه الضربة اللي راح ضحيتها 22 جريح وتسع شهداء في قرية برخة. طبعا السيد القائد العام للقوات المسلحة مباشرة بعد الضربة أوعز إلى النائب المشتركة بتشكيل تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث اللي راح ضحيتها عدد ليس بقليل من أطياف الشعب العراقي بمختلف محافظاته. الذي جاء إلى قرية برخة هو من أهل البصرة وأهل كربلاء وأهل الحلة وأهل الأعظمية وتلاقت القلوب، ولكن اللي حصل حادثة مفجعة للكل. اهتمينا بالجرحى وأوصاني بالاهتمام الخاص، سمعنا مطالبهم، الحمد لله والشكر بعض الحالات بسيطة والحالات الأخرى تحتاج إلى تداخل جراحي، والدولة وسيادته لن يقصر في هذا الموضوع لأنه عينه واسعة تحمي كل أطياف الشعب العراقي. عنواننا مع هذه الضربة هو الهوية الوطنية العراقية التي ندافع بها عن العراق حكومة وشعبا وبرلمانيين وسياسيين. نرفض التدخل في وطننا العزيز، والدولة تحتفظ حقوق الجيران. اللي حصل ليس بقليل، الكل يراقب وينتظر نتائج التحقيق اللي شكله السيد القائد العام للعمليات المشتركة. اللجنة وصلت إلى المكان وذهبت واستطلعت، ونحن في دورنا حضرنا إلى المستشفى لمتابعة الجرحى الذي أوصاني بهم اهتماما خاصا. طلبوا من عندي في إدهوك من لديه إصابة بسيطة ويستطيع الخروج أن يرجع إلى محافظته، فهنالك نساء لديهم أطفال صغار، وهنالك رجال فقدوا أعزاء على قلوبهم، ولكن أخفينا عنهم هذه الحالة. 22 جريح ليس بقليل، تسع شهداء، جرح صعب الاندمال، جرح صعب الاندمال. بلغت لواء تحسين بالتنسيق مع العمليات المشتركة. السيد القائد العام سيؤمن جهد جوي من طائرات الهليكوبتر وطائرات السي 130 لإرجاعهم إلى بغداد إلى مكانهم حتى يرتاحون أكثر من طريق التنقل. اللي حصل الكل ما مرحب به، والكل ينادي بوحدة وسيادة الشعب العراقي.